السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أحباب؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم بلقاء جديد في برنامج البوار بيض. كيف ممكن كالمعتاد نصمم شرائح احترافية بأقل إمكانيات؟ هذا كمان محور لقائي معكم اليوم. قبل ما نبدأ أطلب منكم حبا وفضلا وتكرما ضغط مفتاح اللايك وتعمل شير لهذه الفيديوهات وتترك تعليق لأي فكرة بتحب نقدم شرح لألا، أبشر بالخير إن شاء الله. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا لا تنسى الضغط على مفتاح الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك منا كل جديد. ويلا حتى نبدأ مباشرة بعد الفاصل. أهلا بكم أصدقائي مرة تانية بعد ما قمنا بتشغيل برنامج الباوربوينت وأخذنا الشريحة فارغة. رح نتوجه إلى قائمة الإدراج ورح نختار سمارت أرت أو مخطط سمارت أرت. في عندي العديد من هذه الأشكال ممكن أنك تطلع منها حقا أشياء احترافية. رح نختار مثلا من فئة العلاقة، رح نختار هذا المخطط وأنقر على مفتاح الموافق. رح أنقر باليمين على الحواف الشكل ومن تجميع نختار فك التجميع. رح أنقر مرة تانية أيضا من تجميع، رح نختار فك التجميع. رح أسحب الأشكال إلى مكان معين، أنا برغب له على سبيل المثال. رح أخذ هالشكلين مع بعضهم البعض وبحركهم على هذا المكان لحتى نعمل انسجام بتكرار الأشكال بهذا الشكل بالضبط. خلني أحدد كل مرة تانية وأحركهم على هذا المكان. هذا الشكل رح أخذ بنسخة تانية لهون، خلني أصغره شوي لأنه المساحة عندي بالأسفل منا محتاجة الشيء الكتير يكون معاي بهذا الشكل بالضبط. الآن رح نتوجه إلى أدراج ومن الأشكال رح نختار المستطيل. رح أنقر مع السحب لحتى أرسم مستطيل، يعني بيكون على قدر مساحة شريحتنا بالضبط. هلا نوسعهم على مساحة الشريحة بالضبط. رح نغير اللون فقط للتمييز وبنختار بدون إطار، ومن تنسيق رح نختار نقل إلى الخلفية لحتى يكون خلف الأشكال كلياتها. رح نحدد الآن المستطيل اللي رسمناه، أضغط مفتاح الكنترول وبعد منه بحدد كل الأشكال اللي رسمناها. وأنا ضغط مفتاح الكنترول رح ألغي فقط هذا الشكل الأخير اللي قمنا برسمه. تمام، الآن نحن محددين على المستطيل أولا وبعد منه هذه الأشكال. رح نتوجه إلى قائمة التنسيق ومن دمج الأشكال رح نختار التجزئة. شو رح نختار؟ تجزئة. طيب خلني أرجع أحدد كل الأشكال اللي هون وخلني أختار اللون الثاني مغاير، أي لون مش هيتميزوا معانا. تمام، طيب راح اختار الاشكال الكبيره واقوم بحذفها واترك الاشكال الصغيره. فقط الكبيره راح اقوم بحذفها واترك الاشكال الصغيره. تمام، الان هذا الشكل راح اختار من نسخه ثانيه لهون وبختار الالو بدون تعبئه وبنختار لون على سبيل المثال هذا اللون لخط الاطار. تمام، ربما اذا حبيت تعمل يكون الالو من الشرط يكون منقط لا بأس بالموضوع، وحبيت تغير اللون ايمت ما حبيت ما عندك فيه اي مشكلة اطلاقا. خلي اضغط مفتاح الشيفت واصغر مساحة الاطار او مساحة الشكل بهذا القدر ونتركه في المنتصف معانا بهالشكل. هاد اضغط كنترول زائد دي وبنختار نسخة تانية، رح نسحبها على هذا المكان. ايضا كنترول زائد دي ومسحبه على هذا المكان، كنترول زائد دي وبحاول يكونوا تقريبا بالمنتصف، وكنترول زائد دي يكون معاي هون، وكنترول زائد دي خلي يكون معاي بهذا المكان. الاشكال الصغيره اللي حنلونها طبعا بدون اطار، كلياته راح نختارهم بدون اطار، يعني انا بحدد مع مفتاح الكنترول بنحدد الكل وبنختار لون بدون اطار. شو بنختار بدون اطار؟ هلا كل شكل تحب تاخذ له لون معين ما عندك اي مشكله فيها. خلني اختار الوان سريعه، انت راح تختار يلي بيناسبك بعدين، وفي عنا امكانيه لتغييرهم ايمت ما حبينا. طيب هدول فقط للزينه رح يكونوا معنا، خلني نغير فقط العائله اللونيه بهذا الشكل بالضبط، وهذا اللون كمان نختاره مثلا معنا بهذا اللون. الان المستطيل الكبير اللي احنا محددينه الان رح اختار له تعبئه باللون الابيض، تعبئه باللون الابيض بشكل نظامي 100%. رح نتوجه الى ادراج ومن الصور بكون احنا مجهزين الصورة يلي رح نقدم شرح عنها، وليكن على سبيل المثال صورة السيارات معنا بهذا الشكل. رح اختار ابعاد الالم تقريبا على قدر مساحة الاشكال يلي كنا نحن راسمينهم، ومن تنسيق نقل الى الخلفية لحتى تكونوا معنا الصور بهذا الشكل بالضبط، وفينا ايمت ما حبينا ننكر ونحرك الصورة الى اي مكان نحن بنختاره، وليكن معاي بهذا الشكل بالضبط. هذا الشكل رح نختار له اي تدرج لوني وليكن على سبيل المثال، طبعا نختاره بلا خط رسم وتعبئة متدرجة. رح نختار لونين من الالوان اللي بالخلفية وليكن معاي مثلا هذا اللون،
تمام. واللون الثاني كمان برجع بختار وليكون على سبيل المثال معاي من هذا اللون، ربما انسخ نسخة ثانية من هذا الشكل وبضعه بهذا المكان فقط لي يعني جمالية الشريحة. الشكل اللي لوناه باللون الأبيض، الشكل المستطيل اللي لوناه باللون الأبيض، إذا حبينا نعمله تأثير الظل إلى الداخل وليكون معانا مثلا هذا الظل، ظل إلى الأسفل، تمام. رح نقلل شافية شوي، نزيد ضوابية ونزيد أيضا موضوع المسافة لحتى نحصل على هذه الجمالية للأشكال. طبعا نحن أثناء عرض الشريحة تمام هاي الأشكال اللي على الحواف ما رح تضح معنا، أنا فقط محتاج يكون معنا شو هاي الجمالية للأشكال يلي هون. إذا حبينا بنفس المبدأ كمان ناخد له خط رسم، خط متصل، فينا ناخد أي لون وليكن معاي مثلا هذا اللون، أو ناخد لون من يعني لون موجود معاي بالصورة، فخلني أختار مثلا هذا اللون للحواف. خلني أرجع عيدها مرة تانية لأني أخذ اللون الأبيض معانا. طيب هذا اللون. طيب وبنجي إلى العرض وبناخذ من العرض بنزيد المساحة شوي لحتى اللون يبان معانا بالضبط بالشريحة أو بالأشكال داخل الشريحة. صف علي تحضير النصوص فقط لغير، أنا كنت بجهز النصوص من قبل، رح نشتغل عليهم مباشرة حتى ما يطول معانا الفيديو بهذا اللقاء. رح أخذ العنوان، نختار نوع خط للعنوان وليكن على سبيل المثال عندي هذا النوع، تمام. أضبط حجم الخط بمساحة أكبر شوي. طيب خلني أنزل 2021 إلى مكان مناسب أكثر وليكون على هذا المكان، وخلني أختار أي لون لألا وليكون معاي مثلا هذا اللون بهذا الشكل. طيب في باوربوينت راح نسحبها على هذا المكان. طيب موضوع العنوان، فينا نعتمد فقط على موضوع تزيين العنوان للألوان الأحرف بالعائلة اللونية المستخدمة بالصورة نفسها، بحيث بعد نحدد كل مجموعة أحرف مع بعض البعض نأخذ أداة قطارة الألوان ونحدد على أي لون ضمن الصورة لحتى نحن نلون أجزاء العنوان بألوان مأخوذة من وين قلنا من الصورة. وليكن معي مثلا هذا اللون الثاني، أرجع عيدها مرة ثانية، هذا اللون الثاني، وعندي هذا اللون الثالث كمان بختار القطارة، وخلنا نختار مثلا هذا اللون، تمام. نفس المبدأ الكلمة اللي بعدها كمان نختار بعض المحارف، تمام، نحدد عليهم ونختار من قطارة، نختار مثلا معاي هذا اللون، وعندي هدول الثلاثة كمان نختار قطارة الألوان، وخلني أختار هذا اللون، وأيضا عندي آخر حرفين نفس المبدأ، نختار أي ألوان أنت بتشوفها مناسبة ضمن العوائل اللونية الموجودة بالصورة وليكن معاي مثلا خلنا نختار هذا اللون بهي الطريقة وباختصار. طيب النص بحد ذاته فينا نحن نحدد عليه، أنكر باليمين ونختار تنسيق التأثيرات النصية، وبناخذ أداة ظل لألو وليكون معي بهذا الشكل. رح نقلل الشافية لحتى الظل يكون واضح معنا، وإذا حبينا نزيد المسافة شيء بسيط لا بأس بالموضوع لحتى الظل يكون واضح ويكون جميل غاية في الروعة. بكل اختصار لما نشغل شريحتنا رح تكون الشريحة بهيدي الجمالية بأدوات جدا بسيطة. أتمنى إن شاء الله أكون بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم الشيء النافع والجميل واللائق فيكم كالمعتاد. ما تنسونا تكرما من تفاعلكم لحتى نقدم المزيد. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.